بصي، هو مفيش حاجة معينة ممكن تتقال، لأن هي أكيد كانت تعبانة طبعا، وكانت في intensive care، وكلامها قليل لأن في ماسك أكسجين على وشها، فكانت بترد يعني كلمات تلغرافية كده يعني قصيرة جدا. ما كانتش تعرف طبعا إن سمير اتوفى، لأن ما سألتها على إني الدنيا كانت موجودة معاها، فقالت إني قاعدة جنب سمير أكيد في المستشفى. يعني أكيد كانت حالتها، يعني مفيش حاجة معينة تتقال، أكيد كانت حالتها تعبانة جدا. الله يرحمها.